احتل الفيلم السعودي راس براس المرتبة 10 عالميا على منصة نتفليكس، وذلك خلال الأيام 3 الأولى من عرضه على المنصة. وتدور أحداث الفيلم بين التشويق والكوميديا، وهو من تأليف عبد العزيز المزيني وإخراج مالك نجر. ألو، معك شركة شوفير الشيوخ، كيف أقدر أخدمك؟ فيه شايب مفروض تجيبونه من المطار، تاخذون شايبكم، فهمت؟ راس براس. كيف شايب الديم من دار الصادي؟ أجي أحصل عند اثنين ملحس نكلس مسوين منه مهيتو. أنك تساعدني وتأخذ لك كم مليون، تحدد الدق الليزر، تركب ضروس بوليود أو هوليود اللي تبغى. حارة مرعبة وعصابة، كنا حنموت، المنطقة يقول نروح نقول للشرطة. شرطة الله لا يبارك فيك، أحبك وبارك الخير. ما كيفك؟ أعيش أجمل أيام حياتي. إيش تزوير، إيش اختلاس، كل ما لده وطاب من الفضايح. فلوسي يا ابن الكلب، خلاص بكرة حقي كامل. لين الساعة 2 الفجر أجيب فلوسي، تعرف شو أسوي فيك؟ اليوم عزرائيل عنده أوفر تايم. من الاستوديو ينضم إلينا الصحفي والمختص في السينما أحمد العياد. أهلا وسهلا معك. أهلا وسهلا فيك معنا. حياك الله. أهلا وسهلا. منورنا. راس براس يعني احتل المرتبة من الأفلام الأولى عالميا من في يعني التوب 10 على نتفليكس. إيش اللي أدى أن يوصل هذا الفيلم للتوب 10 على منصة عالمية؟ اولا احياك الله. بالنسبه للفيلم راس براس، نقدر نقول انه في عده اسباب. اول شيء القصه، طريقه الكوميديا المقدمه في الفيلم، والترقب الكبير لمالك نجر او عبد العزيز المزيني ومالك نجر، خصوصا ان هذا اول عمل لهذا الثنائي بعيدا عن عالم الانيميشن. بس هذا مو باول فيلم يحتل كمان التوب 10. اي لا لا فعلا هذه السنه مميزه، خصوصا لنا احنا كسعوديين. اول السنه كان فيلم الخلاط بلس لفهد العماري واللي هو انتاج استوديو تلفاز، احتل كذلك المراتب الأولى في حول العالم فيما يخص نتفليكس. والآن نحن مع فيلم راس براس الذي يدور حول عالم بذيخة في عالم فانتازي، نقدر نقول أنه سواء من ناحية الكوميديا أو من ناحية الطريقة اللي تناولها الفيلم. البعض يتكلم عن الفيلم أنه غير واقعي وأنه غير حقيقي، لكن هنا أتوقع لعبة الفيلم من ناحية هو شيء الاعتماد على ممثلين مميزين من خلال عبد العزيز المزيني اللي الآن يعتبر أهم نجم سعودي كوميدي، وكذلك نجم الشاب زياد العمري. واعتقد من اهم الاشياء اللي كانت فيها واللي كانت بالنسبه لي مفاجاه اللي هو عادل رضوان، كان اضافه مهمه بالفيلم. الاداءات المميزه للممثلين كانت هي الفارق، اضافه للقصه الساخره اللي قدمت بالفيلم. الفيلم اقدر اقسمه بالنسبه لي تقريبا الى جزئين. الجزء الثاني كان مليء بالكوميديا، يعني نقدر نقول القائمه سواء على المواقف او حتى على نقدر نقول التهريج احيانا، لكن التهريج المقبول. ونشوف الفيلم الان تقريبا، لو شفنا قراءات الفيلم او مراجعات الفيلم سواء في IMDb او في الليتر بوكس، هنا ميزه انك تعرض فيلم على او فيلم سعودي على نتفليكس، المشاهدات العاليه والقراءات العالية عالية بالنسبة للفيلم. شاهدنا أنه الآن يعني اللي خلاه فعلا أنه مشاهد أو أنه يدخل التوب 10 على مستوى عالمي في النون إنجليش، يعني في الأفلام الغير إنجليزية. الآن وصول الأفلام السعودية على منصة عالمية مثل نتفليكس ومنصات ثانية، كيف غير المشهد، كيف غير اللعبة بالسينما السعودية؟ بالضبط. السينما السعودية الآن فيها الآن أتوقع أهم تحدي بالنسبة للسينمائيين السعوديين هو الوصول للجمهور السعودي. وكان هالسنة هذه من خلال فيلمين اللي هو فيلم سطار وفيلم الهامور حاعين، انه يعني استطاع الفيلم السعودي انه يجذب الجمهور للذهاب لصالات السينما. نتفليكس كان في حضور سابق، لكن هذه السنه من خلال فيلم الخلاط ومن خلال فيلم راس براس اصبح هناك مشاهده عالميه للفيلم السعودي. ما زلنا في البدايه، حلو الحماس، حلو ان نقدر نقول انه نفرح بهذا الشيء، لكن صدقيني هذه ما زالت البدايه. وش ينقصنا الان؟ وش ينقص السينما السعوديه؟ انا اول شيء تميز على بحيث انه يكون صناعه حقيقيه، بحيث انه يكون وجود الفيلم السعودي دائم في صالات السينما. السنه هذه في وجود تقريبا اكثر من 9 افلام سعوديه، لكن لم يحقق نجاح في صاله السينما سوى فيلمين. لذلك ما زلنا في البدايه، ما زلنا لحد الان نقدر نقول الحلقه او طريقه الوصول للجمهور
غير واضحة أو لحد الآن لم يتمكن منها صناع الأفلام يعني بشكل كبير. هل برأيك أنه لازم السيناريو ربما المطروح أنه يخاطب العالم العربي ككل والعالم بشكل عام أم فقط المجتمع السعودي الخليجي؟ أنت من خلال وصولك حتى تصريح الوزير في سوليوت تكلم أنه لن نصل للعالم إلا من خلال قصصنا المحلية. أنت إذا وصلت للشارع السعودي، وصلت للأسرة السعودية، وصلت للشاب السعودي، صدقين ستصل منها للعالم العربي. المهم جدا بالنسبة لي أنا أنك توصل للسعودية ويكون هناك طقس عادي بالنسبة لنا أنه نخرج نشوف فيلم أو نشاهد في الأسبوع فيلم سعودي. في الأسبوع. في الأسبوع بالضبط. صراحة طموح ليس بالبعيد عن السينما السعودية. خصوصا السنة هذه مقبلين على أفلام. الآن إحنا تقريبا إحنا انتهينا أوغست أو في نص أوغست تقريبا عدينا تقريبا أكثر من 10 أفلام مقبلين خلال الأشهر القادمة تقريبا إلى 6 أو 7 أفلام سعودية جديدة. طب ماذا عن تواجد الفيلم السعودي في الجوائز العالمية؟ حلو، احنا الآن الأسبوع الماضي أعلن عن وجود 3 أفلام سعودية في مهرجان تورنتو وهو أحد المهرجانات السينمائية الكبرى. هذا نشوف أنه حضور مهم من خلال فيلم مندوب الليل لعلي الكلثمي وفيلم أبو بكر أهجاني أبو بكر شوقي وكذلك فيلم ناقل مشعل الجاسر. هذا وجود مهم وهو نقدر نقول استعادة للتواجد السعودي. الأفلام السعودية تواجدت سابقا كان سواء من خلال فيلم وجدة لهيفاء المنصور أو فيلم المرشح المثالية أو فيلم بركة يقابل بركة، لكن من 2019 حتى الآن لم نتواجد. لذلك كان مهم جدا أن نتواجد في مهرجان زي مهرجان تورنتو. ومثل ما قلت لك صدقيني في أعمال كثيرة القادم جدا أجمل جدا جدا أتمنى ذلك وعلى يعني. مستوى أكبر. شكرا جزيلا لك في الاستوديو معنا الصحفي والمختص بالسينما أحمد العياد. كل الشكر لك، ألف شكر. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.